ثمانية أهداف ما قبلنا حتى بونتو، ما قبلنا حتى بونتو. دونك اليوم ما نجموش نقولوا لو كونتري، اليوم نبداو واقفين مع سي منذر كبير، لكن لي جوار اللي يجيو للليكيب ناسيونال اليوم انا تفاجأت بحاجه سي نوفيل اللي علاش يوسف المساكني وانيس بن سليمان ما همش ماشيين لموريتانيا مضروبين. شكون اللي قال مضروبين؟ توا اليوم اليوم مضروبين سمعني، دخل انيس بن سليمان وشفنا المردود نتاعو. اليوم كان جات المباراه في ايطاليا ولا في انجلترا باش يقول لك في الماتش من رقم سبق حسن النيه، لا كملوا الماتش لاباس عليه وحب يشوفك عندك، كان عندك معلومه قول مش بس عندك معلومه. جي لامبرسيون، جي لامبرسيون ممكن متغشين على لو فات ما همش تيتولير، نون با ايتي تيتولير كيما يوسف بار اكزومبل. يوسف يحب ديما يلعب جو لو كومبرون، لكن اليوم الريزولتا بوزيتيف اللي صار ينجم يرتاح يوسف باش يلعب ضد موريتانيا. احنا نعرف هذه تخمين سورتو يوسف، مع التخمينات عندك معلومه مش تخمينات. انا لامبرسيون، انا لامبرسيون كو لي ماتش سي دي شوا اللي انا قلت لك الماتش كان جا في ايطاليا ولا في انجلترا ولا في المانيا ولا في المغرب ولا في الجزائر باش يتخلاو على الفريق الوطني التونسي. انيس بن سليمان اون فا سويفر ليستوار نتاع انيس بن سليمان، كان الفريق نتاعو يلعب نهار الاحد ماتش دو شامبيونا هو يلعب سافدير كي لي بليسي. نو انا نقول الحاجات هذه ما يلزمش تصير لان النتائج ايجابيه ما شاء الله، واليوم التركيبه اللي باش يلعب بها سي منذر كبير في موريتانيا باش تتغير تماما على التركيبه اللي صارت في تونس، لان باش نلعبوا ابري 3 جور دونك غدوه. دونك هذا يخلي في مصلحه الفريق الوطني التونسي الاجواء مهمه ومهمه جدا. انا يظهر لي خزري ستان بونجور معناها بالنسبه للجروب ما نسمناش معناها نخرجوه جمله يعني من الحسابات نتاع المدرب ولا نتاع المنتخب ولا غيره. حتى ما قال شيء هذا، لا 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 جو سي يصلح للمنتخب، لا خاطر الانتقادات عليه برشا يعني انا بيدي في بعض الاحيان ننتقده فيها فهمني، لكن سامحني سي وجدي ربي سامحني بركه راهو احنا وانت حتى انت تبارك الله كي تبدا تحكي مع جوار وتوي اكزيجون معاه علاش؟ خاطر تعرف يبو فير دومير بلوس واه بالخزري. انا لو برومي نمشي له نهز له باكو نوار لو جور وين فريمون واه بالخزري الي فريمون او توب اشاك فوا. خاطر علاش يفا نو دوني دي لوسون حتى لوليداتنا الصغار الموجودين هنا. دونك واه بالخزري لاعب وجوده في الجروب مهم يعني وما فيش حتى جدال فهمتني يعني ستان جوار معناها عنده قيمه في المجموعه بصراحه وسورتو تو بالخبره اللي عملها وكل شيء، لكن باش يكون ديما وهبي الخزري هو اللاعب الاساسي الذي لا يعوض ما نتصورش كان هذا معناها في صالح المجموعه. وهبي الخزري حتى في اسوء حالاته يلعب، وهبي الخزري مازال كيلعب ضد ليون اظن فهمني ضد ليون وعلى صفر وجاي واكثر واحد اخر واحد لعب مباراه قدم مباراه ممتازه ضد ليون مباراه ممتازه المفروض يعني ابري قداش منها هو لعب هلا حد العشره نتاع الليل حاجه كيكو في الماتش الماتش كان نجم يرتاح شويه كان ينجم يرتاح شويه ما واحد كان ينجم انا عنده حلول بديله عنده عندك انت وقت اللي باش تلعب في بلادك تلعب هنا وضد موريتانيا وفريق ماهوش قوي برشا ممكن انا نحتاج الجزيري في قلب الهجوم كقلب هجوم افون سونتر ممكن اكثر فهمتني ممكن اكثر يعني الجزيري كان ينجم يعاونه ومن بعد في الدوزيام ايتون كان ينجم الخزري يلعب اذا كان احنا في حاجه ليه واذا كان احنا رابحين 3-0 ينجم تزيد تريحه جمله وتصلح لك الخزري في الماتش روتور ضد موريتانيا. باهي نحب نختم الجزء هذايا معاك نعيمه. سمعت تصريح وديع الجري في شمس فيم مع زميلنا مهدي عبيد كان قاعد كان سمعته ولا قال حسيته حط بريسيون شويه على مدرب المنتخب المنذر الكبير قال بصريح العباره كان يتوصل الاداء هكا باش ننظر في امكانيه اقاله المدرب معناها قال هكا اي قال هكا حكايه هكا قال اقاله بال قال قال ماتش الجزائر قعدنا وخممنا ودرسنا امكانيه اقاله المدرب لكن كان باش يتواصل معناتها الموضوع هكا واداء المنتخب بالطريقه هذه باش نخمو في اقاله المدرب باش نخمو فيه قالوا فما امكانيه اقاله المدرب ما هذا قالوا باش نخمو هذا هكا يولي نقيض اللي كتبوا اخر مره على ستاتيو كامل يعني تقريبا جريده تكتبت ما تشوفش يخلي مدرب يخدم تحت الضغط هكا اكيد باش يخلي مدرب يخدم تحت الضغط انا بعمري ما سمعت انه رئيس جامعه في العالم جاي حكي قال المدرب اللي فيها وديشون تقريبا في الاخر الكوب دوروب دي ريزولتا خايبين على الاخر لكن الرئيس الجامعه حماه ديشون وقال انه ديشون متواصل معانا ورينا انه المنتخب الفرنسي معناه من اخي بالمنتخبات معناه ماهوش المنتخب نتاع الكوب دي مون اداء وماهوش هو الاداء نتاع الاخر كاس عالم لكن ما جاش الرئيس الجامعه وقال فما حاجات صايره في ليكوليس انا الحق ليكوليس تاع الجامعه ما عنديش معاهم برشا
ممكن صارت حاجة أنه أداء المنتخب متذبذب توا ما عادش عاجبه، فما ضغوطات على رئيس الجامعة أنه يغير المنظر الكبير، يرى أنه في الكوب دافريك الجاية ما هوش منظر الكبير هو المدرب الكفء للمنتخب، لأنه باللاعبين الموجودين بلكش يقول لك المنتخب هذية باللاعبين اللي عنا أكبر من المنظر الكبير. هذا يدور في 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 مخ الوديع الجري، والله اعلم شنو يصير. لان نحن راهو سمعنا انه عمني ولكن تفكر اسلام انه منظر الكبير قاعدين يحضروا له في مدرب اخر، وانه هذا قال هكا ولا لا؟ لكن بعد كي قرينا الستاتيو اللي تكتب قلنا ايبا فما حمايه للمنظر الكبير، فما حاجات تغيرت وانه نحكيه على اداء. انا راه لا نترم باش يرشحنا المنظر الكبير، لكن المنظر الكبير ما ينجمش يكون هو في الكوب دافريك الجاي هكا. انا راه اظن انه النقطه المهمه هي الموضوع الكبير هو حكايه النتائج والاداء. بالضبط النتائج موجوده وديما كانت موجوده النتائج بالنسبه لنا، لكن انا نتسائل في بعض الاحيان هكا وحدي شنو هو اللي منعنا باش نقدموا اداء به؟ الى متى؟ معناها الى متى نحب نشوفوا دو ترو ماتش ورا بعضهم نشيخوا كوره ميساج نربحوا؟ راه تنجم تربح 3-0 4-0 اما تحس ثم 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 ديز اوتوماتيزم، ثم كوره، ثم لاعب، مش حكايه اهداف بركه. راه تنجم نربح 3-0 من 3 اكسبلو انديفيدويل تاع افونسونت، نجم نلقي 3 بونتويت، فهمني؟ لكن نحب نشوف ليكيب ناسيونال تكور مليح. علاش تكور مليح؟ لانه هذاك يعطينا مؤشرات ايجابيه باش لجور اللي نمشيو نلعبوا في مستوى اعلى وارقى، تحس ليكيب يعني واقفه على ساقيها، وليكيب يعني متماسكه، وليكيب عندها ديز اوتوماتيزم وكل شيء. سي تريز امبورتون. راهو نقطه مهمه، راهو سي بوسيبل في الكوره، ما ثم حد شيء كما نتعجبوا من حد شيء. راهو كل عام انا نذكر كوستر في النادي الافريقي نحاوه الاولاني، فهمني؟ قالوا له الاداء سافا با. فوزي منزرتي نحاوهم الترجي، قالوا له هو الاول، قالوا له الاداء سافا با، فهمتني؟ حسام البدري مازالوا كي نحاوه من مصر. عمار السويح زيد. عمار السويح حسام البدري. مش خاسر حتى ماتش. مش خاسر حتى ماتش، ربح 5 ماتشات وعمل 4 نيون مع شنو؟ وقالوا له لا، عمل ماتش نيون مع الجابون حسام البدري نتاع مصر. بخلاف الاداء حسام البدري راهو عنده مشاكل مع بعض اللاعبين، لانه برشا لاعبين مصريين في المنتخب المصري. مصطفى محمد ذاك الماتش. هم قالوا الاداء نحاوه لانه مازال منهم محمد صلاح اللي هو اكثر واحد ضغط على المنتخب المصري باش حسام البدري ما يكملش. خلينا في المنتخب التونسي باش ما نكونوش برشا سلبيين، باش نحكيو بعد شويه فما ايجابياتكم، باش نحكيو عليها بعد شويه فاصل.